المشاهدين، اهلا وسهلا بكم بحلقه جديده ومتجدده من برنامجكم الاسبوعي كفاءات اردنيه. وكما عودناكم باستضافه نخبه النخبه من رجالات هذا الوطن الحبيب، رحبوا معي بالسيد جهاد الخشي. في البدايه يسعد مساك. اهلا وسهلا فيكم، الله مساء الخير. سيد جهاد، تعرفني وتعرف الساده المشاهدين نبذه بسيطه عن حياتك. يا ستي، اول شيء برحب فيكم في الكرك، محافظتكم الثانيه او بلدكم الثاني صغير، برحب فيكم في محلات الاصدقاء. انا جهاد صالح عطل خريشه، مواليد 84، دراسه لغايه التوجيه، يعني درست لغايه التوجيهي، عملت في سلك الدفاع المدني واتشرف فيه واشكر كل زملائي وطلعت منه في 2016. فاشتغلنا في مساعده اخوي الاكبر ماهر الخريشه، يعني ساعدنا، اشتغلنا في محل الخلويات، عندنا محل خلويات واشتغلنا فيه، ومن فكرة محل الخلويات فتحنا محل اللي هو احنا هسه فيه الكوشوك والبطارية. فالحمد لله مستور الحال ونشتغل مشان نعيش. تحكي لنا اكثر عن اهم الخدمات اللي بتقدموها داخل معرض الاصدقاء. والله يا ستي، احنا مجموعة محلات بنقدم تقسيط مريح، يعني تقسيط في نظام مرابحة اسلامية، يعني سعر اقساطنا ينافس سعر الكاش في السوق، يعني احنا بنقسط لموظفين لفتره محدوده، مثلا 6-7 شهور، بدفعات ضئيله، قسط مريح، وبضاعه نظيفه. وان شاء الله يعني المتابعين او الزبائن هم اللي بقيمونا، احنا ما بنقيم انفسنا، فنتعامل مع الناس باريحيه وبنصبر على الناس ونحاول نساعد اللي نقدر فيه. نحكي عن رؤيتكم المستقبلية لقدام. والله يعني مفكرين إن شاء الله نطور مشروعنا ونفتح أكثر من فرع، إن شاء الله نحاول نفتح فرع في الكرك نفسها، في شمال الكرك، لأنه إحنا هنا في جنوب الكرك. في تفكير مشروع نفتحه في الطفيلة، يعني في إمكانية نفتح فرع في العقبة إن شاء الله، راسلنا قبل بخص الشحن والبطاريات التريلات. فان شاء الله هذا اللي مفكرين فيه، بس حبه حبه، يعني درجه درجه ان شاء الله. وبس يعني هذا اللي اقدر احكي لكم اياه. نحكي عن اهم المشاكل والمعوقات اللي بتواجهكم في نطاق العمل. والله شوفي، هي المشاكل انخليت بليت مثل ما بحكوا، اذا ما في مشاكل ما في يعني شيء مقابل شيء بالسهل يعني. فاحنا المشاكل والله نعاني، اول شيء نعاني من الرسوم العاليه اللي نقدر، انا مثلا بدي استورد شهاده الاستيراد بتكلفني حدود 3-4 آلاف دينار، يعني بدي استورد 3-4 مرات بسبيل ارجع المصاريف اللي دفعتها مشان شهاده الاستيراد. هاي شغله. الشغله الثانيه العماله، انا عندي محل بناشر وعندي محل مطعم، مش قادر اتوصل اجيب تصريح لعامل بشغله عندي، بجيب الاردن بيشتغل يوم يومين، مع احترام للشباب الاردنيين على عيني وراسي وانا منهم، بيشتغل يوم يومين ثلاثه بس يامن مصلحته بيقطعني. فهذا محل اذا اليوم سكر وثاني يوم فتح ما بزبط، يعني محل بده يمشي. فاحنا يعني انا الي اكثر من سنه ونص براجع مكتب العمل، التصاريح موقفه، انا بدي اجيب عامل وافد بيشتغل عندي، بيشتغل في محلي، بيقوم في محلي 24 ساعه بداوم فيه، مش يوم مسكر يوم مفتوح. فهذا المشكله اللي نعاني منها. والشغله الثالثه اللي هي نعاني منها، في طبعا مشاكل داخل الشغل مقدور عليها، يعني سهل حلها الحمد لله نتجاوزها. فهاي المشاكل والله اللي احنا يعني مضايقتنا او ان ما احنا قادرين نتجاوزها. فبس والله. ننتقل الى الجانب الوطني. لو قدر لك والتقيت بصاحب الجلالة، ماذا ستقول له؟ والله على عين وراس جلال سيدنا وكل احترامي له، والله يطول عمره. بس اقول له شغله واحده، انه الله يقويك ويخفف من الفساد ان شاء الله. بس شو بتحب توجه نصيحه للشباب العاطلين عن العمل اللي بيحملوا ثقافه لعب حاليا؟ والله شوفي، بالنسبه لشبابنا، نصيحه لشبابنا اللي انا منهم واشتغلت منهم، ما في عيب، العيب اني اروح اطلب شخص او اتداين او الجا لطرق ثانيه بلاش نحكيها. العيب اني انا بروح اولادي بطعميهم باكلهم باكفيهم ذاتيا عن حاجه الناس،
ما في عيب في الشغل، اي شغل موجود في الاردن، اي شغل، اي شغله الشاب بيشتغلها مش عيب انه بيشتغلها، عيب اني انا بحكي عنه انه بيشتغلها. المفروض فيه هو كشخص، اي شاب عاطل عن العمل بشتغل شو ما كان، انا اللي قدامك صاحب المحل بعض مرات يعطل عندي البنشرجي بشتغل في البناشر، مش عيب ولا لا سمح الله اني انا صاحب محل ما بتنازل، انا بشتغل معه وهو بيشتغل في سياره ثانيه. العيب اني ما بشتغل وبجوع او الجا لطرق غير مشروعه مشان اعيش، بس هذا اللي احكي. واحكي للشباب انه اي شغله قدامك، اي فرصه عمل تشتغلها شو ما كانت، خاصه عامه، لا تتركها. وبس. نعم. لمين بتحب توجه رساله شكر اخيره عبر فضائيه جلسات الاردنيه؟ انا بوجه رساله شكر لاخوي وابن خالي ابو معاويه شريكي، لانه انا عوجه وهو عوجهي، الحمد لله ربنا رزقنا ومن مثل الاخوان. وبشكر بخص بالشكر اخوي الكبير ماهر، لانه هو اللي اسسنا وهو اللي اعطانا فكره المشاريع وهو اللي ساعدنا. وبشكر كل الشعب الاردني. أعزائي المشاهدين، وفي نهاية هذا اللقاء نود أن نشكر معرض الأصدقاء على حسن استضافتهم لنا، وعلى أمل لقائي بكم مجددا. نورت شاشتنا سيد جهاد. أهلا وسهلا فيكم ومحلكم صغير. أهلا وسهلا فيكم.